بس خليني احكيكم دقيقه عن ثمار البحر. ثمار البحر بتحتوي على، رح ارجع اذكركم نحن قايلين هذا الحكي من قبل، بس انا دائما بحب عيد للاشخاص اللي ما حضروني بالحلقات السابقه، وطبعا كل ما نعيد الشغله كل ما نحفظها اسرع ونصير عم نطبقها ببيتنا. ثمار البحر كثير صحيين، بيحتوي على نسبه بروتينات عاليه، بيحتوي على معادن عاليه خاصه المعدن الايود ومعدن الفوسفور اللي هن كثير منيح لجسمنا، وبيحتوي على نسبة كوليسترول عالية. إنما مثل ما قلت لكم وبرجع بذكركم، الكوليسترول الموجود بثمار البحر منه مشكلة، المشكلة الكبيرة هي الكوليسترول اللي بيكون جاية من الزيوت المحمرة، الزيوت المقلية. هنيك خلينا نخاف من الكوليسترول لأنه بصير في عندنا دهون مشبعة، والدهون المشبعة الموجودة بالزبدة مثلا هي اللي بتعمل كوليسترول. إنما الكوليسترول اللي موجود بالمأكولات ما بيعلي نسبة الكوليسترول بالدم. طيب ثمار البحر، لكن كمان خليني اذكركم انه اذا جبتوا ثمار البحر مثلجين ما في لزوم ابدا تشيلون من قبل بنهار من الفريزر، فيكن على طول تسخنوا مي، تخلوا المي تغلي، ممكن تحطوا بالمي شوي ورق لوري، عود قرفه حتى نشيل الزفاره، وعلى طول نشيل كيس ثمار البحر ونحطه بمي مغليه لمده 10 دقائق حتى يستوي شوي قبل الطبخ.